ليست بمباراة لكرة القدم، بل إنها آخر حصة تدريبية للوداد الرياضي قبل الإقلاع إلى تونس العاصمة مساء اليوم. الجمهور الودادي حج بكثرة أمس لمركب محمد بن جلون لمساندة وتشجيع الحمراء في بروفا قبل مباراة المنتظرة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب المنزه. الوداد كان بغيوها من قلبنا، كبرنا معاها وبغينا إن شاء الله يجيبونا الربح وعزاز عنا الوداديين، لا جمهورها ولا اللعابة ولا كل شيء. المدرب السويسري ميشيل دوكاستيل أجرى آخر حصة إعدادية لهذه المباراة بحضور جميع عناصر الفريق بما فيهم أيوب سكوما العائد من الإصابة. اللاعبون عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية وواعون بالمسؤولية وصعوبة المأمورية. لدينا مجموعة من الغيابات بسبب التوقيفات وهناك لاعبون عادوا من الإصابة، هذا لم يمنعنا من إجراء استعدادات كافية وعلى أحسن وجه خلال هذا الأسبوع. المباراة بالنسبة لي لن تكون سهلة، فأنا أعرف الفريق المنافس الذي يلعب بمستوى جيد خارج الميدان، لكنه يجد صعوبات كبيرة على ملعبه. محروما من خدمات كل من ياسين لكحة لجمعه إنذارين وعبد الرحمن المساسي الموقوف من طرف اللجنة التأديبية للكاف، سيخوض الوداد مباراته الهامة أمام الترجي التونسي وهدفه واحد، الخروج بأقل الخسائر وضمان نقطة التعادل على الأقل للاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المربع الذهبي وإرضاء جماهيره المتعطشة إلى أكثر من لقب هذا الموسم.